إذا بيكونش في عندك خبرة وبتكونش دبلوماسي وبتكونش جريء وبتكونش معارك في الحياة وفي عندك كيف تقدر، لا يجوز إنك أنت تقدر تجيب هاي المصاري. شو يعني قدرة حياتية؟ يعني اللي كان طول حياته بيشتغل كموظف بيعرفش يتصرف كعتسمائي كرجل حر. الرجل اللي كان عنده أعمال وكان عنده شغيلي وكان عنده مفعال وكان عنده كذا، هو بياخذ القرارات بنفسه، ممكن يخطئ ولكنه يتعلم من الخطأ، وإذا نجح صار في عنده خبرة. مش غلط الإنسان يعمل عمل أو يكون في عنده قرارات، ممكن يخطئ. ولكن دسألك سؤال، قل لي يا أخي إخوان رايت لما اخترعوا سنة 1900 وشوية الطيارة، قل لي إني أول ما اخترعوا الطيارة جابوا بوينغ 777؟ طبعا لا، مش أول مرة لما اخترعوا الطيارة وقعوا وتكسروا، مزبوط، وثاني مرة تكسروا إيديهن، وثالث مرة ورابع مرة وعاشر مرة وألف مرة، وبعديها اكتسبوا الخبرة، يعني بعد تجارب كثيرة توصلت. فمنشان هيك من يملك التجارب في الحياة هو الذي بيقدر إنه يكون في عنده باع على أساس يجيب ميزانيات وبيعرف ياخذ قرارات حاسمة.